ها رحتوا بلاد ولا بعدكم؟ اللي ناقصنا عطر، مصر، كمة، باكورة. تعالوا أقرب فرع للذوق الرفيع ولا في فرعهم الكبير اللي موجود في شارع البركات اللي في الخوض، اسمعوا العلوم اللي جايبينها لكم ها قبل لا تروح بيتكم. مرة هني وخذ اللي تبقى. أنا يعني ذوق الرفيع يخلي واحد يحتار، يقول لك أول ما تدش عندك سعر عالي وعندك سعر اقتصادي. ايش رايكم باقتصادي؟ حلو الكلمه دي، اقتصادي. على سبيل المثال هذا العطرين الحلوين اللي ثباتهم عالي، ارث وغيم. غيم بعد الخصم ب 15 وارث بعد الخصم ب 35. انت مخير، تبى هني او هني، الثبات نفس الثبات، ولكن ذوقك انت ايش يبى ومخباك انت ايش يقول. هديه العيد، لا تروح الا شايل لامك او ابوك اختك او اخوك او زوجتك هديه العيد من 60 ريال ب 25 ريال. تبه هاللون او هاللون، افضل اربع عطور عندهم والكميه باقيه طشيونيه. الشركات تمد بيبات غاز عشان يمر الغاز من هالبيبات. الذوق الرفيع مادين بيب من بنغلاديش لعمان، يجيب كميم، اجود انواع كميم جايب هني العرض الحين. اسمع انت بس، جوده الخياطه والتنجيم، هذه الفئة البرونزية. أنت تيني تختار عيبك بتاخذ، مع عيبك ما راح تاخذ. الفئة البرونزية ب 28 ريال مش وحدة، ثنتين، واختار والكمية كثيرة. أني للطواق الفي آي بي، أي فاتورتك توصل up to 50 لك هدية. خلص الكلام. كذلك دام أنك مشتري طاقية في آي بي، خذ لك البوكس الفي آي بي إذا بغيت تهديها. زوجة تأخذ لزوجها، بنت تأخذ لأبوها، هكذا. الطاقية تنحط داخل البوكس جلد وخشب، وكل عام وانت بخير. شوف أنا بس أوريكم ديزاين، هذه عجبتني. من 48 صارت 25 ريال الفي آي بي. اسمع هناك الماكينة قاعد تصيح. زين شوف شوف، اسمع الماكينة تصيح، اسمع الماكينة تصيح عينك. هذا شغل الفي اي بي على 25 بس. العروض في 15 فرع في عمان للذوق الرفيع، تقريبا كل المولات الذوق الرفيع موجود. شارع البركات هو الفرع الاكبر، شارع البركات عندكم اثنين بدل واحد. بس الحين عاد بحط لكم رقم الواتساب، الطلب اللي بيطلب في مسابقه او ما في مسابقه، في هديه لكم. او في الهديه ايش بنحصل مخيني؟ لا فاتورتنا وصلت 50 بكل سهولة. تفضل وشل هديتك. فاتورتك 50 شل هديتك. فاتورة اللي عندك 50 شل هديته، ولا شل هديته. ولا ومشترى ذوق رفيع ما عنده عطب ريال. اشياء فخمة لكم. هدايا المتابعين، خمس قسائم لكم من دون شروط. بس اكتب لي كل عام وانت بخير بالكومنت، وضيف حساب واحد الذوق الرفيع. كل قسيمة 100 ريال عماني لخمس فائزين، يعني كل فائز 100 ريال 100 ريال 100 ريال 100 ريال. ايش التريو؟ بحط لكم صورة، الصورة هذه تكبشرها وضيف الذوق الرفيع وتكتب لي كل عام وانت بخير في الكومنت.